اخر اخبار اصابة علي معلول والكابتن الخطيب وعلي معلول وايه اللي دار ما بينهم، ومعايا احمد عبد القادر وعلي معلول وياسر ابراهيم وعلي معلول ورامي ربيع وانجازه المنفرد اللي الزمالك مش قادر عليه، ومعايا مخرج مباراة الاهلي والترجي، ومعايا اخبار عن نادي الزمالك حلوة واخبار مش حلوة، ومعايا اخبار تانية كتير. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على نبينا الكريم، اخوك علاوي، واشترك معايا علاوي ومحترم، وما تنساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان، واتمنى ان عجبك الفيديو تخبط لايك وكمان تشرفني بالاشتراك في القناة. نبدأ على طول من اخبار النادي الاهلي. احمد عبد القادر كتب على انستجرام لعلي معلول، كتب له الصورة اللي قدامك دي وقال له الف سلام عليك يا حبيبي وترجع لنا بالف خير. هي دي الروح اللي احنا عاوزينها تملي، وهي اللي بتسود في جوه النادي الاهلي. وبرضه ياسر ابراهيم قال له الف سلام عليك يا حبيبي، شفاك الله وعفاك وترجع بسلامة ان شاء الله، ورسم له كفين وقلب، وطبعا الصور مدعومة معانا على طول. نيجي لرامي ربيعة اللي عمل شيء منفرد مش موجود فيه في الزمالك، الشيء المهول اللي للزمالك اتشال واتنكت مش هيعرف يعمله الزمالك بحاله قصاد مين؟ قصاد رامي ربيعه. رامي ربيعه الاحصائيات بتاعته 8 بطولات في الدوري المصري عادي، الزمالك عنده 14. بيقول لك 4 بطولات في كاس مصر عادي، الزمالك عنده 28 ولا 29. بيقول لك 2 بطولات كاس السوبر المصري، الزمالك عنده اكتر. لكن 5 بطولات دوري ابطال افريقيا، ولو كسبنا دي يبقى رامي ربيعه اكتر من الزمالك، زي ما امام زي حسام عاشور. يا رامي ربيعه لو خد البطوله دي يعدي الزمالك اللي هم فرحانين بالكونفدراليه، اللي هو انا اتمنى له انه ياخدها كل السنين اللي جايه، اللي بناء عليها هو مش هياخد الدوري وهيبقى يا ثالث يا رابع، ويفرح بالكونفدراليه وانا افرح بالدوري وبطوله افريقيا. بيقول لك وكأس الكونفدرالية واحد، يعني الزمالك أكتر من 100 سنة، 111 و 114 سنة، 114 سنة، 113، 113 سنة الزمالك بطولة كونفدرالية واحدة، ورامي ربيعة ربنا يديه الصحة 31 سنة واخد بطولة كونفدرالية واحدة. بتعاير مين يا زمالك؟ ده لو ربنا قدر والراجل دوت لعب لغاية سنك كده هيحقق 4، هيحقق 4 كونفدرالية، ربنا يديه طول العمر. لكن ده مع كل أجيالك تما في نادي الزمالك، رامي ربيعة بواحدة بس كونفدرالية. وبيقول لك 2 برونزية بطولة كأس عالم للأندية ودوت، وبقابلني لو شفتها، ودوت قصة رامي ربيعة مع نادي الزمالك. نيجي للكابتن محمود الخطيب، قال لي معلول لا مش هنسيبك يا معلول، والإصابة اللي انت فيها شوف انت عاوز ايه واحنا نعمله لك ومعاك كارت مفتوح. معلول رد على الكابتن الخطيب وقال له انا عايز بس اكون وسطكم واعمل العملية كمان في القاهرة بالإضافة كمان للعلاج الطبيعي. كابتن الخطيب قال لي معلول ان كل إمكانياتنا كلها مسخرة ليك، وده أسعد علي معلول جدا، وده الطبيعي في وسط النادي الأهلي بعد زيارة الكابتن الخطيب ليه النهاردة. نيجي لتصنيف الكاف للأندية الأفريقية. طبعا النادي الأهلي أول الكاف ب 137 نقطة، والزمالك رقم 13 ب 28 نقطة. طبعا النادي الاهلي الاول، وبعديه الوداد 108، والترجي ب 100، وصن داونز ب 98. طبعا الفرق النقطتين دول اللي غلب بيهم الترجي صن داونز، والشباب بلوزداد 63، وبتر اتلتيكو انجولي، وسيمبا التنزاني، والرجاء البيضاوي، والهلال السوداني، ومازيمبي الكونغو، وحوريه كوناكري، وكايزر تشيبس، والزمالك. يعني تخيل كل الناس دي، يعني حصتكية المفروض تركيبتها الحقيقية الأهلي وبعدين الزمالك في مصر وفي أفريقيا. الزمالك على الرغم من الكونفدرالية المهولة قاعد في الحداشر، قاعد في الحداشر، هو ده ترتيبه لسه في الدوري، الله أعلم. نيجي لحكاية الشيء الإعجازي اللي ممكن الأهلي يعمله في
ماتش الترجي باذن الله. لو كسبنا طبعا احنا عندنا رقم اعجازي اللي هو 21 مباراه بدون هزيمه، لو كسبنا الماتش ده كمان هيبقى 22. لكن المختلف فيه ايه؟ ان بعد 19 سنه من 2005 حتى وقتنا هذا النادي الاهلي لو كسب هيبقى تاني بطوله بلا هزيمه نهائي في بطوله افريقيا. طبعا جمال علام لما قعد مع كابتن الخطيب، كابتن الخطيب طلب قال له احنا ملتزمين التزام كامل باللوائح بتاع الفيفا وبالاجنده الدوليه. وعلام طرح امكانيه ان بدل ما اللعيبه تيجي يوم 28 هتيجي يوم 31 بالنسبه للعيبه. اما بالنسبه للحكام الاجانب فجمال علام ابلغ فيتوريا بريرا رئيس لجنه الحكام بالموافقه على طلب الاهلي باستقدام حكام اجانب يتحمل تكلفتها النادي الاهلي. فيريرا اتحاد الكره قال فيريرا من حقه يرفض، لكن رايه مش مهم بالنسبه للاتحاد لان خلاص في اعداد الراحلين عن الكره المصريه، وهي كده بتدار الكره المصريه. يعني لما نحب ما نجيبش حكام اجانب نقول بيريرا رافض ان هو يمشي. طب هو ان يجيب حكام اجانب، طب هو مشي بيريرا ولا لسه ما مشيش؟ لا لسه ما مشيش. طب هتجيبوا حكام اجانب ازاي وهو ما مشيش؟ ما هو في حكم اللي ماشي، فاحنا كده كده هنظبط ونجيب حكام للنادي الاهلي. طب حد يفكر هو ليه قريب له انه يجيبوا حكام للنادي الاهلي؟ اكيد هم هياخدوا شيء من حقوق النادي الاهلي، عشان كده بيدوا حاجه للنادي الاهلي، هي مساله العصايه والجزره اللي بيلعبوها معاه النادي الاهلي. نيجي لمخرج مباراه الاهلي والترجي. موقع البطوله المغربي انا اقول لكم النص بالكامل، مش هقول لكم اللي اتقال فيه. بيقول لك اتخذ الاتحاد الافريقي لكره القدم قرارا باستعانه بمخرج تلفزيوني اسباني لاداره بث المباراه، وانا هجيب لكم اسم المخرج كمان. افريقيا بين فريقي الاهلي والترجي والاستقام في ملعب القاهره، وتاتي هذه الخطوه بعد الانتقادات الحاده التي وجهت الى مخرج مباراه الزمالك ونهضة البركان في نهائي كاس الكونفدراليه وفقا لمصادر مقربه من الاتحاد الافريقي. الكلام ده مصيبه سودة 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 على مخرجين الزمالك، على النقل التلفزيوني الزملكاوي اللي هم تملي يقول لك محمد نصر محمد نصر محمد نصر، فضايحكوا طلعت بجلاجل على اتحاد الكوره وعلى المستوى الافريقي، والخبر موجود في جريده البطوله المغربي، وهتلاقي الخبر في الترجي، وهتلاقي الخبر على صحف دوليه تانية ان في مخرجين في مصر بالنسبه للزمالك سيئين جدا. عادي جدا لما تلاقي المخرج في النادي الاهلي يجيب كل حاجه، مش بقول لك ان هو بيعمل سبوت ويفضح النادي الاهلي، لا، ما دام في حاله تستوجب حق للخصم وليا الاثنين يكونوا متساويين في نفس المنظر، ما بقاش ادي لقطات ميته للحكم على خصم وانا بعمل مصيبه، وفي الناحيه الثانيه اجيب لقطات عشان تثبت حق مش حقي في على خصمي. لكن قدرت اوصل ان الاتحاد الافريقي خلاص هيجيب البرتغالي اخوان مخرجا لنهائي دوري ابطال افريقيا في ماتش الاهلي والترجي، وانا بقول اهلا وسهلا بمليون مخرج يصور زي ما عاوز. انا الاهلي، انا اللي زي اللي دايما حقي في كتير من الحكام وكتير في الاخراج بيبقى مظلوم وفي حاجات كتيره بتخرف كده، احنا عاوزين كل ما هو اجنبي من تصوير ومن فير ومن تحكيم ومن ومن يكون موجود معايا عليا وعلى خصمي. فيا اهلا باي مخرج يجي من بره او من جوه. اذاعه موزاييك بتقول لك محمد حميد بن حميده ظهير ايسر فريق الترجي التونسي سيصل مع بعثة الفريق الى القاهره غدا، لكن جاهزيته للمشاركه في المباراه سوف تحسم خلال المعسكر المغرق. وانا بقول سواء دي كانت مناوره او مش مناوره، اللاعب هيلعب او مش هيلعب، الترجي ما بيقفش على لعيب. اهلا ببن حميده او اي حد تاني. من هنا باجي اقفل كيسة الترجي وابعت عزائي لحمدي المدب او المؤدب رئيس نادي الترجي في وفاة شقيقه قبل وصوله مصر، فبنقول له نشاطركم الاحزان وعساها تكون اخر الاحزان. نيجي للافراح النادي الزمالك والطرط اللي بيتاخد منها من نادي الزمالك. نادي انبي والشريعي
بيقول لك ناديين بيحصل على مبلغ قدره يصل الى 100,000 دولار من صفقة انتقال زياد كمال. زياد كمال ده يصبح فرخة بتبيض بيضة ذهب لانبي. 100,000 دولار يعني 5 مليون جنيه، غير طبعا 30 مليون تمن الراجل. بيقول لك بعد تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية، 100,000 دولار متفق عليها من البنود الاضافية التي يحصل عليها انبي في حالة فوز الزمالك بالكونفدرالية. ليه جيني مشاكل نادي الزمالك؟ بيقول لك اتحاد الكرة المصري حال منح الزمالك رخصة المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل. خالد بوطيب بيقول لك يحق له مخاطبة الكاف بعدم حصوله على مستحقات المتأخرة وعدم رفع ايقاف القيد على الزمالك، ووقتها الكاف سيمنع رخصة زمالك في المشاركة في البطولات الاوروبية، المشاركات اللي قبل كده. يعني اتحاد الكورة لما يصهين على كل القوانين بتاع الكاف، بتقول ان اي فريق ما يكونش عليه مديونيات والفير بلاي والمبدأ المالي النظيف اللي ياخد رخصة ما يكونش عليه مشاكل. فطبعا اتحاد الكرة مش هيعمل كده. طب مين ممكن يعمل كده؟ ابو طيب لو ما خدش فلوسه وكده كده اتحاد الكرة ولا الكاف هيديله فلوس، لكن في حتة تانية هيضايق الزمالك في حتة ادفعوا اللي عليكم. يعني انتم مش هتدفعوا بالتي هي احسن، طب انا احط لكم العصاية في العجلة. نيجي للخبر السيء، الحتة الحلوة اللي بيقول عليها الدرديري اهلوية جالت لها اصابة صليبي. بيقول لك الزمالك يعلن اصابة احمد حمدي لها الوسط بقطع الرباط الصليبي الامامي للركبة، وسيقطع لجراحة الرباط الصليبي في الخارج. سلامات يا حمدي. نيجي لابو الكوارث، ابو الكوارث وابو الفضايح وابو بيقول لك الكاف يدرس معاقبة شيكابالا بالايقاف بسبب اختراق قواعد الاتحاد الافريقي والتي تنص على عدم دخول اسر اللاعبين اثناء مراسم التتويج على ارضيه الملعب، حيث قام باصطحاب نجله خلال تسليم الكاس. ومش نجله بس، ده سلمه الكاس وخليه يجري بيه. طب هو صاحب الفرح ده زيزو صاحب الفرح، ده هو صاحب الليله، لا زيزو صاحب الليله. طب ازاي دي ياخد هو الكاس وكمان يديه لابنه واصحاب الليله اللي جابوا الكاس ما ياخدوش؟ هو ده اللي اسمه سارق الفرح. نيجي بقى، هو جمهور الزمالك بيحبوا الحاجات دي حتى، ما فيش مشكله يعني. هو المهم ان هو في واحد عندهم يعبدوه ويجسدوه ويقفوا وينصبوه ويقولوا عليه اسطوره، لكن في الاخر هو عجوه ما بيجيبش بطولات. اللي يضايقني بعد كل ده ان سياده الوزير اشرف صبحي اللي هو اول واحد اتبهدل في الدخول للمراسم، بيقول لك الوزير اشرف صبحي يشيد بالتنظيم اللي هو نفسه اتهان فيه. انا صراحه ما اقدرش احكم عليه، لانه الوزير زملكاوي وممكن ما يكونش حاضر للزمالك اي حاجه قبل كده، فممكن يكون الفرح والليله والمهرجان والكلام ده كله هو ده اسلوبهم وهو ده طريقتهم، فتصبح جميله بالنسبه ليهم. نبيل عماد دونجا بيقول لك لاعب الزمالك عبر بوكس تو بوكس، اتمنى التوفيق للاهلي ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا، وباذن الله هنكسب الماتش. وكده بقى وصلت معاكم لكل اخبار النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناه، وكل من حضر للحظه دي في الفيديو بقول له انت بطل، اشترك معايا في القناه. سلام عليكم.